حرب بطيء الجيش الملكي امام فريق هذه فرصه الهدف الاول لفائده فريق الكوكب المراكشي. الهدف الاول بواسطه لاعب عبد الاله حبيبي كيتمكن من توقيع الهدف لاحظوا الفرحه الكبيره ديال جماهير الكوكب المراكشي بهذا الهدف اللي كيجي تقريبا حدود الدقيقه الرابعه كتمنع هدف اول للكوكب المراكشي بواسطه عبد الاله حبيبي اللي كيتمكن من المراوغات توغل داخل المعترك وبالتالي كيسدد كره كتعانق شباك الحارس الحوثي الاشادي. تابعوا من جديد ضاعت الكره بهذا الشكل لاحظوا التوغل ديال اللاعب عبد الاله حبيبي كيراوغ يسدد الكره كت اكيد تعانق الشباك وبالتالي اولى الاهداف لفائده فريق الكوكب المراكشي اللي كيتمكن من توقيع الهدف الاول وبالتالي بدايه قويه لاكيد الكوكب المراكشي في هذه المباراه. لاحظوا من جديد العمل الكبير ديال عبد الاله حبيبي اللي كيتمكن من وضع الكره في الشباك معلنا عن الهدف الاول. عمادو سماكي هذه فرصه لفائدة فريق الكوكب المراكشي محاوله التوغل فرصه سديدو عبد الاله حبيبي يتمكن من اضافه الهدف الثاني لفائده فريق الكوكب المراكشي لتنطلق اكيد الاحتفالات والهستيريا في المدرجات. فرحه كبيره لجماهير الكوكب المراكشي بالهدف الثاني اللي كيجي كذلك في بدايه الجوله الثانيه تقريبا في نفس التوقيت. اذا كان الهدف الاول جاء في حدود الدقيقه الرابعه فكذلك الهدف الثاني كيجي في حدود الدقيقه الرابعه بالضبط الدقيقه 49. عبد الاله حبيبي لاحظوا الانطلاقه هنا التوغل هنا السرعه هنا التمويه تسديده قويه تعانق شباك الحارس الحسين الشادي وهدف ثاني لفائده فريق الكوكب المراكشي. كان هناك فراغ على مستوى الدفاع التمريره كانت من الماضي امادو صباكي عبد الاله حبيبي يتمكن وينجح في زياره شباك الحارس حسين الشادي للمره الثانيه في هذه المباراه وبالتالي هدف ثاني وهدف المالي امادو صباكي يتمكن من زياره الشباك مره اخرى والهدف الثالث لفائده فريق الكوكب المراكشي. قلت بانه هناك اخطاء دفاعيه هناك فراغات في دفاع فريق يوسف برشيد الان كيستغلوا على نحو جيد فريق الكوكب المراكشي كيتمكن من تسجيل الهدف الثالث. تابعوا من جديد التمريره لاحظوا يعني الراسيه يعني ما كانتش بالشكل الجيد من اجل ابعاد الكره وبالتالي كترجع الكره من جديد في الجهه اليمنى عند اللاعب كريم الهاني رفع الكره والمتابعه ديال امادو صباكي اللي ما خلاش الكره تنزل الارض كيوضعها في شباك الحارس الحسين الشادي معلنا الهدف الثالث ثلاثيه في هذه السهره الرمضانيه للكوكب المراكشي اللي كيبان بانه عازم على تحقيق نتيجه الفوز في هذه المباراه. الزاويه اللي ما عطات اي شيء سبعت الكره لفائده الكوكب المراكشي البحث عن المرتد الهجومي امادو صباكي صباكي شنو غادي يعمل صباكي ينتظر المسانده صباكي دائما كيمرر الكره تجاه اللاعب رضا الزراوي صباكي بامكانه يمرر من جديد عند الزراوي دي فرصه تسديده او المراوغه الزراوي شنو غادي يعمل كيمرر او صباكي او الهدف الرابع للمالي امادو صباكي والثنائيه في هذه المباراه. امادو صباكي يتمكن من وضع الكره في الشباك وبرجال الاهداف الان لفائده الكوكب المراكشي. لاحظوا الفراغ على مستوى الدفاع تمريره في اتجاه اللاعب رضا الزهراوي تمكن انه يحصل على الكره انتظر امادو صباكي القادمون من الخلف تسديده لا تصد ولا ترد تعانق شباك الحارس الحسين الشادي. 4-0 لفائده الكوكب المراكشي الذي يعني تمكن من اضافه هدف اخر في هذه المباراه في الوقت اللي هناك تغيير في صف فريق الكوكب المراكشي. اول تغيير دخول ياسين الدبي في الوقت اللي هناك فرصه لفائده فريق يوسف برشيد تمريره فرصه تسجيل هدف محمد الفقي دائما شنو غادي يعمل محمد الفقي والهدف. اذا الهدف الاول لفائده فريق يوسف برشيد كيتمكن من تسجيل الهدف لاعب يونس رشيد. اذا اول هدف
لفائده فريق يوسف رشيد. لاحظوا العمل ديال اللاعب محمد رفقي هنا المراوغه بطريقه ممتازه، خروج ديال الحارس وبالتالي وضع الكره. لاحظوا التمريره ديال اللاعب زكريا فاتي والعمل اللي قام به اللاعب محمد رفقي اللي كيوضع الكره امام اللاعب يونس رشيد اللي كيتمكن من تسجيل الهدف. الهدف جاء في حدود الدقيقه 80. اذا 4 اهداف مقابل هدف واحد لفائده فريق يوسفيه برشيد.